ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ياسين من قناه حازم حسن حامد. النهارده هنعمل فيديو عن القطط. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعيل زر الجرس وتضغطوا لايك. احنا النهارده كنا بنحمل القطط عادي، فانا فكرت في فكره احط القطط في الميه، فلقيت القطط لوحدهم بيعوموا استحمام يعني. كنا بنحميهم حطيناهم في الميه فلقيناهم بيعوموا. Thank you.
شكلها جميل. دافيه، الميه دافيه حلوه قوي، وفيها الشامبو الموجود ده برضو من حاجات يعني هو فيه برضو يستعمل منه للحيوان، وبرضو فيه مواد في الشامبو ده عشان هو يعتبر يعني شامبو مستورد كنت جايبه معايا من بره، بيقاتل برضو لو في اي حاجه في الحشرات، لو في حشرات. وده اي شامبو ريت، وده انا رشيت البتاع ده لسه 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 تمام، لسه هرش برضو لو في برضو اي حاجه. في ماده اللي احنا وريناها قبل كده بتضرب لو في مثلا حشرات بالزبط. اي حاجه بتضرب بالظبط. كمان التهابات، لما جبت انا الجل الاستحمام بتاعهم ده برضو من حاجات، في حاجات فيه القشره او الالتهابات او اي شيء، فانا عامله حمام جاهز وجهز يعني عشان ايه ينضفوا، ريحتهم حلوه ومفيش. بس يا خبر ابيض، ايه ده كبير في ضوافه في اي حاجه. بس يا حاج بقى اهدى شويه، فعلا ضاف راس تقص وقبر بقى قوي جدا قوي. ياكل لحمه بس ايه بيتكلم بابا بيقول ايه عايزين ايه ايه. طب معلش خلاص انا شايفه بابا رائحته حلوه بعد الاستحمام، رائحته جميله جدا جدا. بكره بتوقفه بصي هو صغير، كنت بستنى يوم الاستحمام بتاعه عشان اشمه وبريحته كانت جميله. لا هو برضه بقى يعني ناعم جدا جدا ونضيف جدا اهو زي الفل. في بعد اسبوعين بس، بعد اسبوعين بعد الاستحمام يبقى مطرب. اه بس قصه يا خبر ابيض. ايه يا ابني ايه؟ تعالى خلاص برضه بس بنحاول نحمل من الشامبو. ده انا دلوقتي ما بعرفش ادخل فلفل الحمام بيمسك في الحديد. طبعا كده بحاول انا اشيل من عليه الشامبو بس اللي هو التغسيل بس اهو. احنا كده عملنا ايه كل حاجه. بس في ناس بتقول جونسون كويس، اهو جونسون مش بطال بيخلي ريحته حلوه. الجنس الحلو بنعم الكلام ده بننضفوا له وشه كمان عشان لو في حاجة. ده بس التنظيف يعني عامة كده في الوش عادي مش حاجة. احنا لو لقينا وش القط بس مش نضيف اللي حاطين عليه مية كده تمام اهو. نجيب الفوط عشان ننشفه. بتاعهم فين؟ بره شوف بره كده عايزين ايه؟ خدها روح ماشي نوقف بس عادي روح. احنا دلوقتي بننشف فوفي، لازم تنشف القط بتاعك طبعا عشان ما ياخدش برد. وطبعا تحميل القط يعني يفضل زي ما قلنا يكون في وقت ايه؟ الجو دافي. ما تحميش في جو ساقع قوي، شوف اللي قاعده هناك عارفه الناس تستحمى ايه؟ بصوا يا جماعه بصوا عامل ازاي؟ شايفينها؟ يا لهوي رجعت الناس تستحمى. طبعا من جفوفه مش اعمل الصوره على بتاعتها، رجعتها تاني. ايه اضغط على الحاجه بتاع التاني دي كده. بحاول نشفه كويس. انا لا افضل موضوع الاستشوار عشان ما يصيبهمش بالبرد، عشان هو جامد. الاستشوار لو بيطلع هوا سخن كان والهوا الجامد برضه ممكن يأذيهم يعني. دي الفوطة قطن قوية جدا يعني. فوفي ده بعد ساعة بقى لما ينشف بيبقى شكله جميل جدا جميل جدا. طبعا مفيش حشرات كله زي الفل، فايه يعني مش محتاج ياخد أي حاجة تانية. الشامبو ده هينزل لو في أي حاجة هيعملها عشان هو قاتل لو في أي حاجة يعني. احنا لو ورينا لكم فوفي بعد ساعة من الاستحمام هتقولوا القط ينور كده ينور فعلا كل التراب اللي فيه كده، عشان هو بيحب الرمل، هو بيلعب بالرمل كتير جدا.
مع انه كبر بس لسه بيلعب بره. اتفضل نسيبه هو يمشي. عايزك ياسين ماشي ونرجع نوقف ونرجع. هات القماشه دي. لا خليه يمشي. هات القماشه. لا تروح هناك ياسين. هنوقف ونرجع لكم تاني. ودلوقتي دخلنا على فيروز او ام وليد سميناها اسمين. مكربش قوي. يا ورد بابا. بصوا مشيتنا. بصوا ورد بابا ازاي. هي ما دخلتش بس كانت ممكن هي تقز بس هي رجعت يعني. يلا ضوافة القطة ديت احلى ضوافة. واضح في جسمها العظم اتغير. الرضاعة يعني هي كانت اقوى من كده. الرضاعة يعني هي بقت ضعيفة خالص. يعني شايفين عامل ازاي؟ بقت ضعيفة خالص. دي مش القطة بتاعتي كانت الأول. الرضاعة هدت حلها فلازم أنا أقول لها أيام. حتى مش قادرة تسند إيديها على كده. الرضاعة خلتها هيكل عظمي. معلش حبيبتي. كان مص الأكل بتاعها. مص عظمها والكلام ده. على الرغم ان انا كنت بديها كالسيوم في الاكل والشرب وكده بس برضو ايه واضح ان هم هلكوها يعني قريب. خلاص هتبيعيها. انا خلاص في قطتين طالعين الاسبوع الجاي ده وهنخلي بس قطه معانا كده. على فكره هي بتحب اصلا الحمى. يعني هي بتحب الحمى وبالذات التدليك على بطنها والكلام ده بيريح لها. بيريح لها بطنها من الايه من الرضاعه. وهي بدات عايزه تعزل عيالها ليه يحصل موضوع العزل ده وتفطمهم. بدات هي تقعد بتستخبى في مكان مرتفع علشان بقى ايه خلاص هي شايفه ان كده كفايه بقى. فعلا انا كل شويه لا ضعفت. واضح على جسمها العظم ايه ضعيف كده. حسيت بيها يعني كده اي اقوى من كده. يعني انا بشيلها اهو مشيت خفيفه خفت خالص. عرامي بتاكل كويس جدا جدا يعني يوم لحمه ويوم فراخ زي ما بيقولوا يعني الكلام ده. انا دراي فود النوع بس نوع دراي فود نوع كويس جدا. بس هي بتتغذى كويس. بس الحمد لله اللي احنا بننظف القطط يعني فعشان كده ما فيهاش اي حاجه حشرات او اي حاجه. نظفت ما يلو عند راسها. خلاص راح تعالي هنشف. بس نظفها من الصابون. الصابون بس كده خلاص. خلاص يعني طبعا قبل ما نختم الفيديو ارجع شويه بس ارجع شويه. لازم تهتم باللي انت تربيه سواء كلب او قطه. تحميل مهم جدا. نظافته مهمه جدا ماشي. وجود البراغيث بتسبب مشاكل كتيره جدا يعني مشاكل تصل الى يعني العض بتاعهم والحاجات دي بيسبب مشاكل هتصل الى الدم والحاجات من ده وصفه الشعر وكده. اهتم بايه باليفك اللي انت بتربيه سواء كلب قطه او اي شيء معايا علشان يعني تبقى انت عايش معاه في امان ومطمن. فالتحميل ده شيء مثالي جدا ومهم جدا. طبعا مش شرط كل يوم. هو على الاقل ايه يعني في الصيف شوف زي ما انت تقدر يعني زمان ده. شوف الاضاءه تخلي شعرها يتخبل ازاي.